هو في إطار يعني الحويجات اللي أنا يمكن طلب من المسؤولين خصوصا في هذه الحالة اللي كيعيشها المواطن المغربي خصوصا مع غلاء الأسعار. فأنا كنتمنى على أنه كل مسؤول مغربي يحاول يعمل جاهد ويدير واحد المجهود كبير من أجل إعادة هذه الأسعار إلى ما كانت عليه، لأن هذا الشيء يثقل كاهل المواطن المغربي وكيأثر على الاستهلاك ديالو وكيأثر حتى على الصحة ديالو، لأن ملي كتغلى الأسعار الإنسان ما كيبقاش كياكل مزيان، ولما بقاش كياكل مزيان الصحة ديالو ما كتبقاش مزيانة، ولما بقاش الصحة ديالو مزيانة هذا غير رجع على الدولة في حد ذاتها على أنها غتبدأ تداوي وغتبدأ تحاول تحرك الأطباء والممرضين والأجهزة الطبية باش تحاول يعني تعاون هذا المواطن باش يعاود يرد هذه الصحة ديالو، لأن في غياب واحد الأكل اللي هو صحي راه الصحة هي كتمشي. دابا كناخذوا المنتوجات المغربية، الخضار، المسائل كلها، المواد ديال الطحين، الزيت، السكر، كل شيء غلا، كل شيء هذا، ولات المسألة شوية مزيرة ولينا كنضربوا لها حساب. وباش توصل للناس على أنك شحال هذه كنتي كتخدم معاهم وكتدرسهم بواحد الثمن ودابا ثمن اخر، لان جميع المواد كلها انا اللي كنقتنيها، هذا الشيء جاني شويه صعيب. ونتمنى من السلطات والناس المسؤولين يخفوا علينا في هذا المجال، ينزلوا لنا شويه هذه الاثمنه ويرجعوها ولو غير الشكل اللي كانت فيه في الاول. والطبخ المغربي راكم كلكم كتعرفوه كيحتاج مواد اوليه، مواد صحيه، مواد اللي كنتمنى تكون في متناول الجميع، وان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير ورمضان كريم للجميع. المواد الاساسيه اللي عرفت واحد ارتفاع صاروخي في هذه المناسبه هذه وقبل المناسبه، ولكن في هذه المناسبه رمضان كنت صراحه الناس زعما تضررت بواحد الشيء كبير، فلهذا خص يكون المواطنين حتى هما على درايه وعين بهذه المساله هذه، ان المساله اللي غتكون مثلا هي غاليه ومرتفعه حاولوا ما امكن ان نتجنبوها. حنا على سبيل المثال كنا نعرف واحد المجموعه الاخوان مدينه شفشاون على انه مثلا عوض ما غيعادلوا مثلا الحريره المغربيه تنقلوا للحريره مثلا ديال بلبوله ولا السميده اللي هي كطيح اقل تكلفه واقل ثمن، واحد المجموعه ديال الحويجات. يعني كنوجه الخطاب هنا للمسؤولين انهم يشوفوا بعين الرحمه هاد الناس هذوما، وبكل صراحه راه الشعب المغربي تضرر بشكل كبير، وخاصه الناس ديال مدينه شفشاون، حيت ان مدينه شفشاون ما عندها لا معمل لا معمل لا مشغول لا مشغله، الناس ضعيفين بزاف، كتلقى رب اسره كيسوق مع واحد المجموعه ديال الناس على الاقل 6 ولا 7 يعني وبواحد التكلفه اللي هي بسيطه اللي ما سمحنوش انه يقدر، وخاصه دابا الاشهر هذو معنا سيدي رمضان الكريم وكتعرف المائده المغربيه وراه كيجي العيد صغير وراه العيد كبير، يعني خاص الانسان زعما كنقولوا ناكد عليها وكنشطر على النقطه هذه انه يشوف بعين الرحمن هذا الدراويش، وتحيه عاليه للجميع. شكرا. حاليا في هذا الوجه المبارك في رمضان الكريم هو غلاء الاسعار، على الاسعار كذا حنا اللي كنشوفوها يوميا، يعني حنا عندنا صله بالسوق اليومي اللي كنتقضوا اللحوم والخضار وكنلقاو صعوبات باش نرضوا الزبائن، لان في قائمه الطعام ديالنا عندنا واحد الاثمنه ومن بعد كل غلاء كنوقعوا في واحد المجموعه ديال الاشكالات. نتمنى الله سبحانه وتعالى باش تنخفض هذه الاسعار، وهذا الانخفاض خصو يجي من المواطن بنفسه، يعني يحاول الانسان ما يشريش بالكثره ما يسمى بالاقتصاد المنزلي، ويحاول كيفاش يكون عنده واحد التدبير المنزلي، يعرف شنو غادي ياكل اليوم شنو غدا، يدير واحد القائمه ديال الطعام الاسبوعيه وحسب الاشخاص باش المواد الغذائيه تنزل شويه من الاثمنه ديالها. وشكرا لقناه انفاس على هذا اللقاء الكريم. نتمنى على انه الا كانوا كيشوفونا المسؤولين يحاولوا يعملوا جاهدا 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 على انه هذه الاسعار ترجع، رغم على انها ظاهره عالميه، فالمغرب تبارك الله معروف بالانتاج الفلاحي ديالو، فاحنا محتاجين الفلاحه ديالنا ومحتاجين المنتوجات ديالنا
اكثر من قبل، ونتمنى على انه الصادرات تنقص باش المغاربه تا هما يستافدوا من الثروات الفلاحيه ديالهم وبيان سيغ الثروات البحريه كذلك. بهذه المناسبه ديال شهر رمضان هي ديال غلاء الاسعار اللي هي كيشهدها المملكه مؤخرا، اللي هي حول تشات شويه القطاع ديالنا وتشات المهنيين والناس المستهلكين. باش نكونوا صريحين، لانه هذا الغلاء اللي كان اثر شويه على الجيوب ديال المغاربه وحنا كمهنيين، لان بعض المرات كتبغي توجد وصفات اللي كتكون غنيه وكيكون فيها مواد اللي هي يعني ضروريه تكون في الاطباق المغربيه، ولكن الزبون كتلقاه شويه تراجع شويه، يعني حتى الطلب والكونسوماسيون شويه رجعات بسبب هذا الاغلاء. حنا كنتمناو ان شاء الله هاد المشكل هذا يتحل في اقرب اجل، لاننا حنا الحمد لله عندنا بلد سياحه غني، والمغرب معروف بانه كيزدهر بالسياحه ما شاء الله، والاطباق الغنيه ديالو والحلويات ديالو. كنتمناو ان شاء الله هاد المشكل يمشي وما يبقاش ان شاء الله وما يبقاش يتعاود، باش ان شاء الله نفرحوا المهنيين ديالنا ولي شاف ديالنا والزبون ديالنا الكرام حتى هما.